تعامل الناس معه. الناس لا تستطيع أن تكسب محبتهم بأن تبذل لهم المال، فمهما أوتيت من مال لا تستطيع أن توزع على الناس جميعا، ولا تستطيع أن تكسب محبتهم بقوة جسدك ولا بارتفاع نسبك، إنما تستطيع بحسن خلقك أن تأسر قلوبهم، مثل ما قال عبد الله بن المبارك: حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب لو لم أكن لينا ما هو الاحتمال الآخر؟ قال: ولو كنت فظا غليظ القلب. إيش النتيجة؟ لانفضوا من حولك. ينفضوا من حولي وأنا نبي؟ نعم، ينفضوا من حولي وأنا سيد الأتقياء ورأس الأولياء وخاتم الأنبياء. نعم، ينفضون من حولك إن كنت غليظا في تعاملك معهم. فالناس يتحملون منك، ربما يتحمل منك يعني أشياء كثيرة، إلا أن يسوء خلقك معه لا يستطيع أن يتحمل ذلك معه. مثل ما ذكروا أن أحد السلف مرة صحبه رجل في سفر، وكان هذا الرجل سيء الخلق، يعني سريع الغضب، يعصب كثيرا، يسيء الظن، لا يمكن أن يضحك، لا يمكن أن يجامل، سيء الخلق في تعامله. فهذا الرجل الصالح جعل يتحمل هذا الرجل الآخر، يتحمل ويمشي الأمور معه ويقول: يا رب متى تنتهي هذه السفرة وأفتك منه. حتى إذا انتهت السفرة ورجعوا، بكى صاحبنا على فراق ذلك الرجل سيء الخلق. قالوا: ما يبكيك؟ المفروض أن تفرح أنك فارقته والسفرة انتهت، المفروض أن تفرح. فقال: أبكي والله رحمة لعياله، إذا كانت هذه أخلاقه معي وأنا ليس له يد علي، لا أنا ولده ولا أنا يعني أخوه ينفق علي، ما بيني وبينه علاقة، ومع ذلك هذه أخلاقه معي، فما بالك بأخلاقه مع عياله. قال: أبكي والله رحمة لعياله اللي ساكنين معه في البيت من سوء خلقه معه. كان النبي